الموقف التركماني العام في كركوك حول الاستفتاء. الموقف التركماني العام منذ أول يوم مقاطعة الاستفتاء مو مع تأجيله، وما راح يشارك به أي تركماني شريف ووطني مؤمن بالوحدة. لكن اللي نتأسف عليه أنه بغداد ترك التركمان من 15 سنة، وكل الكتل السياسية كنا نتمنى أنه يسمعونا من أول يوم، لكنهم تأخروا بالسماع لنا، الكتل السياسية والحكومات كلها وفي نفس الوقت الآخرين بما فيهم الأمريكان أيضا، الجميع تأخروا في الاستماع إلى أنه من نقول إحنا في هذه المناطق إحنا في لهيب النار ما حد استمع لنا، من سنة نقول لهم أكو نار تلتهب هنا ما حد اهتم به، على أساس عندهم شراكة استراتيجية من زمن المعارضة العراقية. إذا اليوم كيف ترون أيضا قرار الاتحاد الوطني الكردستاني حول مقاطعة الاستفتاء في محافظة كركوك على الأقل، يعني ليس فقط في الأقل؟ يعني نحن نرفض الاستفتاء في كل العراق وليس فقط في كركوك والمناطق المختلطة الأخرى. مع ذلك قرار مرحب به، ونتمنى أن تأخذ الأحزاب والكتل الكردستانية الأخرى نفس القرار، على الأقل إبعاد كركوك والمناطق المختلطة عرقيا والمختلفة سياسيا من هذا الصراع التي سيحتدم بسبب وجود أشخاص تحاول زيادة الاحتراب في هذه المنطقة الحساسة. إذن باعتقادكم الحلول المثلى للعبور للوقت الراهن، واليوم العراق أو الحكومة أو بغداد أو كل الأطراف اليوم تشارك في عمليات تطهير المناطق المتبقية وخصوصا المناطق التي تخص كركوك في مناطق غربها، إلغاء الاستفتاء وبدون شروط، ومن ثم ممكن أن نجلس على طاولة الحوار. نحن في الجبهة التركمانية قدمنا مشروع للحوار قبل 6 أشهر إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى السيد يان كوبيش، قلنا لهم نحن لدينا مشاكل مع الأخوة في حكومة الإقليم، نحن في الجبهة التركمانية وكل الأحزاب والقوى السياسية التركمانية ممكن أن نشكل فريق تفاوضي من التركمان والكرد والعرب وبرعاية الحكومة العراقية وبمشاركة ممثل بعثة الأمم المتحدة، أن نجلس على طاولة الحوار ونقول كل مشاكلنا فيما بيننا. لا يوجد هنالك مشكلة لا يوجد لديها حل، أما سياسة لي الأذرع والحكومة تقاتل داعش في هذا الوقت بالذات، هذه ما معناه تطبيق المشاريع التقسيمية بالعراق. اليوم العراق مرت بثلاث مراحل للتقسيم، المرحلة الأولى كان إدخال القاعدة بالبداية في عام 2003-2004 لغاية 2014، ومن ثم كان إدخال داعش للمنطقة وكسر قوة الجيش العراقي في مناطق الموصل وكركوك ومناطق أخرى، وحل البيشمركة محلها. المشروع الثالث اليوم هي المشروع التقسيمي للوحدة الجغرافية العراقية. أنا باعتقادي المشروع التقسيمي هي تكون في سوريا وفي العراق، ولا أستبعد أيضا أن تؤثر هذا المشروع على إيران وعلى تركيا، وحتى السعودية غير مستبعد من هذا التقسيم، لأن القطيف منطقة ذات أغلبية شيعية، وممكن الأطراف التي تحيك هذه المؤامرات للمنطقة ممكن أن تحيكها للسعودية أيضاً.